إلى لبنان وأزمة الدواء. إن لم تموت بسبب المرض فقد تموت بسبب نقص الدواء، هكذا يقول اللبنانيون بعد أن وصلت الأزمة الاقتصادية الحادة إلى قطاع الأدوية ووضعت آلاف المصابين بالأمراض المزمنة كالسرطان والسكري في دائرة الخطر، والسبب هو عدم تأمين الدولة الدواء في موعده. الشابة اللبنانية نانسي رافول هي إحدى اللواتي تضررن بسبب نقص الأدوية، أدوية السرطان في المستشفيات، ما دفعها للخروج بمقطع فيديو من المستشفى للحديث عن معاناتها وهي تقاوم المرض 7 أيام بدون دواء وتستنجد للحصول على حقها الطبيعي في العلاج. نشاهد. أنا ناطرة دوائية من الوزارة، دواء الكانسر الكترودا، وهذا الدواء صار لجمع نطرته ومأمن وموجود بالوزارة، لكن للأسف بعد المستشفى اللي أنا قاعدة فيها ما استلمته، مع أنه طلب منهم وما قالي عين نقول لأي أسباب، خلافات سياسية بتأدي للمرضى اللي مثلي وللكتار اللي صاروا بلبنان من وراء فساتكم كلكم، صرنا كلنا مرضى. ربي يشفيك يا نانسي. هذا المقطع أثار ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع وزارة الصحة اللبنانية إلى تحميل المسؤولية لإحدى الشركات والتواصل مع الشركة لتسريع عملية إيصاله للمريضة وتلقيها للعلاج وفق وسائل إعلام محلية. لبنان يشهد أزمة تتمثل في نقص الأدوية للأمراض المزمنة، وهي مدعومة رسميا من الدولة بعد انهيار الوضع الاقتصادي، لكنها غير متوافرة في الصيدليات، ويضطر اللبنانيون للحصول عليها من دول في الخارج كتركيا والأردن. وقد عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم، فأعرب مثلا سليمان الحكيم عن أسفه لمعاناة نانسي رافول وقال إنه ذهب للعلاج من مرض السرطان في تونس ولم يدفع قرشا واحدا لأن زوجته تونسية وفق قوله. بينما كتبت شانتال إسحاق أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تبدأ بعدم إبادة مرضى الكلى والسرطان وتأمين الدواء لهم لأنه غير متوفر في الصيدليات حسب تغريدتها. ونختم بتغريدة بولينا كيرولد التي رأت أن ألم السرطان يكفي للضغط من أجل إيجاد حلول للمرضى، وتساءلت هل كتب علينا أن نموت مستيقظين؟